لكن كيفاش يصير كشف الحقيقة؟ وقت اللي الشهود اللي باش يعاونوك على الاطلاع على هذه الحقيقة تستدعاهم ويرفضوا باش يجيو معاك. سيد النائب قبيلة وقت اللي قلت علاش ما عيدتوش للفاعلين في سليانة ومنهم من اتحاد الشغل باش يعطيو شهادتهم، عيدنا لهم سيد النائب وما حبوش يجيو. عيدنا للشهود من الضحايا من مختلف الفئات، جزء منهم صار عليه ضغوطات باش ما يحضرش، ونهار الجلسة زوز امتنعوا تحت ضغوطات زوز. قلنا عاش عديتوا شوية على خاطر على غرب كيف يجي امتنع باش تجيبوا بالسيف. الأمنيين تواصلنا معاهم راهو بالهاتف واعطاونا معطيات مش بعيدة على اللي انتم قلتوها. قلت لهم إجاوا وشهدوا، خلينا الشعب التونسي يعرف اللي راهو مش لكم كل الأمنيين قاموا يتيريوا على أهل سليانة. قالوا لي احنا مستعدين لازم لإدارتنا تسمح لنا. مراسلات ثم مراسلات ثم تليفونات، من شهادات لا، كيفاش تحبوا نعرفوها احنا الحقيقة إذا كانت شهادات لا؟ بعض سياسيين أيضا سيد نايب طلبنا شهادتهم ما عطاوها لناش. كيفاش تكتمل الحقيقة؟ كيفاش تكتمل الحقيقة؟ وقت اللي جميع الفاعلين في حدث ما يدليوا بشهاداتهم الكل. وعلاش احنا في الوثائق اللي قدمناه ما قلناش اهي نتائج الحقيقة؟ خاطر مازالنا ما استكملناش التحقيق. ثم جوانب تهم خاصة دور اتحاد الشغل ودور الأمنيين اللي مازلنا نتقسوا فيه، ومازلنا عندنا أمل أن نوصل للحقيقة بعد سماع شهادات. خاطر أيضا راهو كما قدام محكمة يا أخي الحاكم يعيط فقط للي شكا، ما يعيط للي فعل ويعيط للي غزر ويعيط للي شاف من بعيد واللي شاف من قريب واللي سمع، يعيط للناس الكل. عملنا كيكة احنا وسمعنا شهادات، واحنا عرضنا عليكم الشهادات اللي في حوزتنا، الشهادات اللي ناقصة مش جلسة أخرى في تقاريرنا، التفاصيل الكل مش تجي في تقاريرنا. لكن نحب نقول لكم حاجة راهي مهمة برشا. ثم اش تبحث الهيئة هي؟ الهيئة تبحث على سلسلة القيادة في تحديد المسؤوليات. احنا راهو عندنا نفس الآليات واحنا محكمة الجنايات الدولية، نفس المقاربة. خاطر هي ذيك المعارضة يا اخي، تجي محكمة الجنايات تقول اي اون فاكتور، كل ما هو رئيس دولة صارت فيها احداث هو المسؤول وتعدى. علاش يعملوا في تحقيقات وقت كي رئيس دولة هو البرومي ريسبونسابل، هو المسؤول طول؟ ماهوش مسؤول طول، نثبتوا فيها. ينجم يكون مسؤول وينجم يكون مش مسؤول. كيفاش نعرفوه؟ نعرفوه بالتحقيقات وبسلسلة القيادة. سلسلة القيادة اللي عندها يعني ضوابطها ومشينا بها. كيف حددنا أكل الإطار أكل اللي حكينا عليه وحكينا على وظائف راه ما حكيناش على الناس، عندنا أسامي الناس واستدعيناه سي بوزيدي، نجموا ننشروا لكم الكونفوكاسيون اللي بعثناها له ما جاناش. احنا مازال عندنا أمل باش نواصلوا التحقيقات، وفي تقريرنا النهائي باش تلقاو تحديد المسؤوليات اللي هو الحقيقة التي توصلت إليها الهيئة. وكل من عنده رغبة في كشف الحقيقة يعاوننا براس والديكم، تعاونونا مش يتحجبوا علينا المعطيات اللي في حوزتكم. رأونا الحقيقة من نجم نعرفوها لما الناس الكل تتعاون وتتكاتف من أجل إنارتها.